يو شباب، اخباركم احوالكم؟ زي ما بتعرفوا صرفنا هذه المخلوقه تقريبا 600 جوهره واكثر من 600 جوهره، ما حس اني حلبتها كويس، والحين هي اكلت نيرف تمام؟ فالشيء اللي زعل الموضوع انها اكلت نيرف، يوم اكلت نيرف صارت ما قوي نفس قبل، فيوم صارت قوي نفس قبل ما راح تعطيني النفع نفس النفع حق الفيديو. ما علينا، حجرب تشارلي بكل المودات لنشوف اذا احنا نقدر نوصلها من 50 ل 600 كاس بدون ما نخسر كثير، لا ننسى انه كل ما خسرنا مود هذا المود حيختفي. يعني حتى لو اكلت نيرف احنا اصلا يا شباب احنا نلعب على الصعوبة تمام، كل ما كان الوضع اصعب كل ما كان احلى، كذا نحن نلعبها كذا القانون تبعنا. موضوع انه تشارلي مو نفس تشايك اخر بطل جربناه، تشارلي بعمري ما حطيتها تزبط فانا اقدر العب بالسولو بشكل كويس ما اخسر السولو بداية الجيم. هب 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 اي كذا تشيك لوت كمل حياتك، معنا باورتين ثالث باور تشارلي هيك لعب فيها السلة الزود، انت حر بلعبك مو نفس تشايك. ضدي بوتات صح؟ ضدي بوتات، ايه ضدي بوتات صبر احلى ضدي بوتات. اوكي فري جيم لي يا شباب ما يشغل، انا اوريدي ما خسرت فيها كثير يعني ما لعبت فيها يعني وصلت 500 كاس وكنت راقبت يعني ما كان في خسارات كثير، ما جيت لابس بولات الحين ما يشغل يا شباب. فري جيم فري جيم حلوين فري اكثر اذا اسهل 10 كوز اخذتها في حياتي. معك افضل تشارلي بالعالم ما عليك، مع اني كوزي 500 بس يعني انا افضل تشارلي. قاعد اموت قاعد اموت قاعد اموت قاعد اموت. بروك 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 لا تخطي حالك بروك، كلها باور كلها باور، شكرا بروك كلها باور بروك بروك كلها باور بروك كلها باور. يا الله ما ادري ايش الانسان يضيع حياته عشان باورات، ولا كاني قبل شوي انتحر. شك 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 نايس في كوره تتجي خليها تجي بس كفل بروك، والله بروك معي يا رجال. جي جي فز الجيم فز الدوشه وداون سولو ليتس جو. اقعد علي انت ما عندك صاحب يا عديم الاصحاب، ما عندك صاحب، صاحبك ماكل ستورس بايعك قاعد مسترخي ويتميت، حتى انت ما عندك اصحاب صراحة مات. والله يا اخي متعة وربي متعة، بقول ايش يا بتخيلوا تخيلوا من رقم قياسي في السلسلة وما نخسر فيها ولا جيم في كل المودات، والله يا جوي. ماك سبيل ايش قاعد يصير معك خلاص؟ ايزي ايزي نايس، والله عاملين سبيد ران فوزات مو نفس تشاك، بعد فيديو تشاك يا شباب كنت مفكر الغي السلسلة حرفيا. هناك بيروحوا لقدامي بيو ايزي. الله يكثر من الايام، الله يكثر من الايام، البداية كانت كثير رهيبة. لازم نكملها للخاتمة كذا بعد. ولا صار في مودات زيادة. انا جيت الساعة 5 يوم تغير المودات. اذا ينفع. لا كويسين 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 معي. في مشكلة يا شباب انه في دولز. وانا ما اقدر العب دولز. راح احاول اني العب كل المودات. الدولز ما راح العب فيه. ولكن لو خسرت كل موداتي مثلا باقي لي دولز. فايش اسوي؟ حستخدم نص الدولز بمود ثاني. اوكي؟ اوكي. شقتيكون. حد مسيطر عليهم. صاي مرة ثانية، صاي مرة ثانية. اقعد عايل هات الجوهر حقتك. ليش كذا ضدنا ميتين يا شباب؟ بس ما لهم خلق يلعبون. شوف وين داخلين سبونهم نحن. ايش قاعد يصير؟ ليش كذا ميتين؟ اوه صاحبنا مات. اوه. قاعد اموت قاعد اموت. شاك حبيبي لا تموت. جاب الجوله الخامسه خلاص ودنا حلو. اول هايبر تشارج لنا. ليتس جو. بس لانه لازم اكبسها وخلاص. اي كذا اي فانك. فاين مو بس ضرب فيو بس لانه كان لو اتش بي كمان فشقوا القطار. ايزا ايزي ضد بريمو هون، بس مين كان ضدي انا؟ تشارلي دود ولا ضدي تشاك؟ كبريمو كبريمو تيمي مات على اليسار وذا مش كويس لانه ردنا في سليمي خلاص. تيمي لازم تشد حيلك، لازم تشد حيلك تيمي، مع هذا الوضع حنخسر الجيم، حنخسر خسارة ابو كلب بعد. صار عندي واحد بوجي يا شباب، لو احد يساعدني. ليش الداينامايت قاعد يشق اثنين؟ الو تيمي يروحوا شقوه، اي شقوه لكم بس. جيني مع السوبر ذا، تعال يلا اقعد عايل خلاص. ما ادري ايش بس السوبر حق الهايبر تشارج حقي، اقدر احطه بالسوبر وخلاص، بس كنت ابغى العناكب. حيطلع حيلقوا مره ثاني، حيلقوا مره ثاني نايس. طيب تيمي على اليسار ممكن كافه تنشقون إن لو سمحتم لا تنشقوا، اوكي؟ بريمو لو اتش بي نايس خلاص. تشك اوريدي عاملكم على اليمين. قول حبيت حركة تصدق؟ والله حبيت. مع انك مريض بس يعني حبيت. ريكو ريكو رورو ريكو 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 يلا ريكو يلا البوت. هذا بوت ولا ذا انسان؟ ما ادري هو شو بس قاعدين نفوز حلوين. 6-1 حد يشقهم بتشارلي. نوك اوت المفروض وضعنا سهل دود. تشارلي نوك اوت بروكن. بس ليمي لا يفيد لهم صبرات. لو ما تيليبورت حنشق. اوه كفو يا البطه. ابو حبيبي وين مضيع؟ ايش قاعد يصير معك؟ معي بايرو يهيلني بعد. لدرجه اني مدلل؟ على مين في قاعد؟ على مين؟ ولا كار؟ كار حبيبي كار
سطوله ده بعد باقي اخر واحد باقي بس بو هذا هيطلعوا من هي هينشك بطل شوت نايس ايزي هاي بتشوش هاي بتشوش ما لحق بس ماش جي جي دود ايش ذي تشارلي ايش ذي وصلت 50 روزه 50 كاش بدون ما اخسر ولا جيم مود اوكي ضلنا روزه هون روزه بدون هايبر تشارج واني ما اعتقد انك تقدر تعبي هايبر تشارج اوريدي لا روزه 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 طلعني بروزه اوه تنشق دود حدي خفت روزه روزه خلاص شكرا روزه اول اللي ماذا باز نايس باز لعيب والله لو روزا قالت لي هناك ببكي معنا اربع باورات نو 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 خد مايزي في ايديا صح؟ والله اني داري والله اني داري ايدجار يا غثيث ايدجار يا غثيث ايدجار يا غثيث فزنا كاسين ولكن خسرنا مود الشو داون اوف معي داينامايت ما فدنا ايدجار دش كويس خيناك لو ما ضيع السوبر على مايسي كان ايزي كب بس ما انتبهت انه في انسان مكمبر على اليسار حدي حدي غثيث انا قاعد بس اسوي سبام فيها رهيب الصوت ولا اوه 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 ايش ذا المرض ليه كان في اثنين مكمبرين هناك طيب ليش ليه عطني عطني سبب معي عطني سبب معي تو بعد الجيم ليش تكمل من بدايه الجيم ليش انا مايك تكفلت من داينامايك تكفل داينامايك داينامايك اركض داينامايك نايس داينامايك نايس والله وحش والله انك رجال ايش قا والله انك رجال والله انك رجال شكلي مكمبرين ربي وحش ربي والله يستاهلوا كيف كذا من جو من تحت غثيثين رجعنا الجيم والله هذا داينامايك رجال داينامايك عندي نفس الدادي شباب قاعد يهميني قاعد يكريني داينامايك تقدر على شيء دير بالك من ليون خوي اوه شق ليون ما يهمه ما يهمه والله هذا داينامايك رجال والله هذا داينامايك رجال باقي اثنين بحشر واحد بالسوبر صار بيموت لحاله اوريدي دود ربي والله والله اني ما كنت محظوظ كنت محظوظ دايناميك معي ما مات لو ميت كنا خسرنا الجيم ايش في ادجار قاعد يعمل سبين لانه ادجار قاعد يشحن السوبر تبيته نسيت لا 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 ما بعمل ما بعمل سبين الموضوع فيه اشياء غلط لازم اعمل سبين انا اسف لك حتى لو قاعد تشوف ذا الفيديو بس كان لازم اقلك لك في عندنا كار في عندنا فانك اوكي كار موت كار في ادجار صح يب في ادجار ادجار بينط ويجيبها بالسوبر ادجار لو نايس كفان تبعنا حطوا الصبر مع انه هيلو 27 حرفيا كان يقدر يموت بس انا طولته بي قصيره شوف مايس التوكسيك شوف مايس التوكسيك ورب انه مايس التوكسيك ولا جام الكره قاعد تمشي بسرعه دود ايش دي تشارلي اربع كوز زياد باقي 24 كاس واو 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 السرعه واو السرعه اوكي معنا ريكو ريكو المفروض ايزي وضد ما يدعمك بعد لا تيم حلو تيم حلو اترك عليه موضوع اليمين راح احاول قوم 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 نايس حلوين بس تيمي كان انشق باليسار يب هذا الشيء كان متوقع اصلا شو ذاك شو ذا بعد والله قاعد اكري ريجو اخذ المنطقه الاسهل انه انا سيطرت هناك فقال لك اوه برو اليمين عشان انا قدام السبام غبي ايزي شيل اللو بعد والله اني غثيت اللودود شيل ذا جي الموضوع سهل الموضوع سهل بس ادخل وكري وكمل حياتك 7-0 هولي هولي 16 كاس باقي يا شباب ونحن بس السولو السولو عادي اصلا مو ما احبه عادي يروح استريم 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 وقدر يقول مني انا غثيث صدقوني فاين قاعد تحمس فاين نايس فاين لو حماسك كذا تحمس روح اطفال ايش جو في واحد ورانا معليش قررت كل التيمات تجمع هون ليش ليش طيب ليش ليش طيب ليش كل التيمات صارت هون ليش خلكم بس غبي خد بس والله انه يستاهل والله انه يستاهلوا جنة شبه لانه ما لهم دخل شقو بريمو ايه كفو بريمو على هيك البورات شباب ليش 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 كلها في تيمات ليش كلهم تحت روحوا لفوق يا اخي لازم يجيب سوبر تبعيتي عشان احمي نفسي من بريمو من اي احد او في بورات بس
حلوين حلوين فان صادوا بس فان قاعد يساعدني فان نايس شوف المرض دول هذول المريضين من اول بدايه الجيم خليني 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 فان هوي الجيم دود ليش كانت في ديما والله شقيناهم كلهم وانه احنا كنا محشورين وحالي بس شقيناهم باقي لنا اخر سبع كوس شباب ماني مصدق تصوير الفيديو اخذ يعني خلص ذا الجيم يا دوب 20 دقيقة بالعادي الفيديوهات دي بتطول اكثر من 50 دقيقة لانه انشق واخسر وافوز واخسر موضوع كثير رهيب ماشي ندرين كفو بريمو بيموت ذا بيموت نمشي الثاني بعد يلا نايس كمان مرة شباب كمان مرة كمان مرة كمان مرة داريل ماشي سوبر بريمو صيف ذا هيك جي خلصنا شباب خلصنا ايش قاعد يصير؟ ايش زي الشخصية؟ ايش زي؟ يا ما اقصد غير بالسولو خصوصا من غبائي غير كذا شباب موضوع كثير كثير سهل كثير كثير سهل دي اسهل شخصية عملت عليها هذا التحدي اسهل اسهل شخصية وتشارلي اعظم شخصية نزلت ببراو